السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. بملعب لوفتس رود بجنوب افريقيا، شباب بلوزداد الجزائري في مباراة صعبة جدا ضد المستضيف سان داونز الجنوب افريقي، ذلك غدا السبت 29 افريل 2023 ضمن اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. يذكر ان مباراة الذهاب قد انتهت بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر بفوز الجنوب افريقي سان داونز على شباب بلوزداد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. المباراة لحد الآن لم يفصح عن القناة الناقلة الرسمية لها، ويحتمل أن تكون مقولة على قناة بين سبورتس كالعادة على الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة، 2 زوالا بتوقيت الجزائر، تونس والمغرب.